الجزائرية فهاد اللحظة هادي في باري حاطين تصويرة ديال جلالة الملك في الأرض وتعفطوا عليها. والبوليس ديال فرنسا داير بهم وحاميهم. انا نقول لكم علاش فرنسا خلاتهم يحطوا التصويره ديال الملك في الارض وعلاش خلاتهم يعفطوا عليها. كاينه واحد الوثيقه سريه سميتها 1074، وهاد الوثيقه هادي وصلت نسخه منها لجلاله الملك. هاد الوثيقه هادي كاتب فيها الجنرال شارل دوغول ان المسؤولين في الجزائر قبلوا بالشروط الفرنسيه واللي هي استغلال البترول والغاز والثروات بالمجان لصالح فرنسا لمده 1074 سنه. داكشي علاش تسمات الوثيقه 1074. كاملين كنا كنتوقعوا ان الزياره ديال الملك لافريقيا غادي دير المشاكل، حيت الاوروبيين كان كيتسحب لهم باللي الملك غادي يجي لاوروبا هي الاولى. الملك اون فوا وصل لكابون سرب المعلومات ديال الوثيقه 1074، والكبرانات تجبد لهم اي حاجه الا المغرب يطيح على ديك الوثيقه. الكبرانات ما نعسوش البارح الليل كامل، وباش تعرفهم حمره وبعره شوف على قرار خرجوا. اون فوا الكبرانات فاقوا الصباح الشاموا ما بعدياش، واول قرار خرجوا هو عيطوا لباريس أرانا عفتوا على التصويره ديال الملك. واش هاد الناس هادو لاباس؟ واش هادي الدبلوماسية؟ واش هادي القوة الضاربة اللي غادا تحارب المغرب؟ واش كتظنوا على أن الدبلوماسية المغربية غادا دير هاد الحماق؟ واش كتظنوا دابا على أن ناصر بوريطة غادي يعيط للمخابرات المغربية غادي يقول لهم هزوا التصويرة ديال خيبة السمية وشنقريحة حطوها في شي شارع في باريس وعفطوا عليها؟ واش كتظنوا على أن المغرب غادي ينزل لهاد النيفو؟ خاصكم تعرفوا باللي في الجزائر ضروري تدوز الخدمة العسكرية، وملي كيمشيو العسكر كيديوهم لتيندوف، وتماك تيعلموهم على أن الصحراء المغربية مستعمرة وخاصكم ترجعوها. يعني المغاربه خاصكم تفهموا الفيلم كيفاش غادي. واي جزائري مصاحبه ولا كتعرفوا في اوروبا في لو فون ديالو كيعتبر على ان الصحراء المغربيه جزائريه. واش بغيتوا غير تطلعوا على المحيط الاطلسي؟ واه ما تصوروش شحال بنين السمك ديال المحيط الاطلسي. سمعوا الكراغله.